Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 983-2151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نصورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها
سمعوا لها تكيذا وذفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خيرا أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم أضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونه أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بصرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منصورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
الذين يؤسرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مقانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناها تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا وجعلنا للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرأس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد عتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نصورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسبهم أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا جعلناه ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نسورا. وهو الذي مرج وهو الذي أرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته ونزلنا عليهم من السماء ماء طهورا لنهي به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منه الأجاج وجعلنا بينهم برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بصرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. I got it. Okay.
pigeon la nga ñaan albaaka mbaaka cordon yo nga transfer la sto ya transfer la ha code ñi ñu ok cordon si la ID soto ha sa soto sorry agada bijan bro alba mbaka bara alla savi so tariya ah mbare ki jannanu kunu mbara tariya ah jangno yona forest de biro gambia ton kon na lo mbare ya bere ha birim koyna fo kato bari si kodo kino kato ni fo bolon labe 56 branches mola so da gambia ja ha ha gambia kono ani gambia bantala bankol ngok kodo ki ya bere kodo sifa fof falindiro fognadi lafta meme men ko di topoto ni ko di maraw jannam no mbo wanti nyonta andum fanan nata anoda enterprise sotale wolam wolam nyindi ko domorol fanan ko fanan be firale de dadi manen domorol ni fanan be teat ha gambia dawda yalo ngo fum fa kendol sotale je ha e wo moy wodi at ha apelen da mo ka ni na lafta nyelen kendol e binaji yalo bu kanyi na ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. InnovaRex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve.